أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لليمن مشددا على موقف مصر الثابت من العلاقات الراسخة والتاريخية مع اليمن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أشار الرئيس السيسي إلى موقف مصر الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره. اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم في زيارتكم الرسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر عقب توليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأنني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة، فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق، وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق. لقد حرصت اليوم خلال مباحثاتنا على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني. بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره.